باعوا لشغل هاي الفرن جبار. اللهم صل على محمد وآل محمد. جمعت لكم ثلاث أجهزة بجهاز واحد. تعال يمي. هذا شنو؟ فرن وقلاية هوائية ومسخنة الطعام. ثلاث أجهزة بجهاز واحد. وقد حجمه؟ حجمه 60 لتر. تعال شوف ليها من الداخل. تعال تعال شوف ليها من الداخل وشوف التصميم الأنيق والمرتب. مقام لصدى كله من جوا. مقام لصدى أو مقام للدهون. تعال ليها كم شمعة؟ واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمس شمعات وإنارة داخلية. وكذلك شنو؟ قلاية هوائية بقى البنك مالتها. زجاج بايركس، مقام للكسر، مقام للحراره. وشوف انواع الاكل وتوقيتاتها كلها مطيك اياها. 250 درجه الحراره. هذا مسخن الطعام 250 درجه الحراره. كذلك شنو هذا مال الفرن؟ كل الهيترات تشغل لك اياها. وكذلك شنو هاي مال القلايه الهوائيه ومال الشيش الشوي والشغلين تقدرين فيها القلايه الهوائيه والشيش الشوي. ويوصل المؤقت مالته الحد 60 دقيقه وبيجرس كذلك. تعال شوف لي 2100 واط. وشنو بعد؟ 60 لتر. حجمه كلش حلو كلش مناسب. تعال شوف لي اجيب صينيتين. يعني شنو؟ هنا تحطين السمك، هنا تحطين الدجاج بعيراتك. هاي شفت مالته؟ كذلك هاي مال الشيش الشوي مال الدجاج. بعدين جبت كبيره تاكل لك دجاجها، اكبر دجاجه تاخذها. وشنو هاي بعد الدجاج مالتها؟ هي المحاومه مالتها. شوف الترتيب. هسه راح اسوي لكم تجربه عمليه قدامكم وتشوفون شغله ايش قد قوي. شوفوا له حجم البيتزا وباعوا له حجمها الكبير وبالشبكه وبعد بيها مجال الشبكه. هسه راح اخليها قدامكم وتشوفون شغله ايش قد قوي. تقريبا كملت عندنا البيتزا. تعال شوف الشغل. بسم الله ما شاء الله. بس بعليها شلون مكسبه وشلون مرتبه. شنو منتظرين؟ ساره بالحجز، كميه محدوده والتوصيل عندنا كل العراق.